شوفوا احمد اديتني لا نوتر تاعنا مي اوني باي. لوكران ني با اون سيبل ريال دو موسكو. او فات لا روسي veut que le bloc de l'Ouest reste le bloc de l'Ouest. Bon, elle a perdu la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, etc. دخلوا l'Europe. وقت ما كان يلتسين, etc. والروس كان حاير. دركا, la Russie وش قالت؟ نظرها بالدرجة. قالت لهم لوكران ماشي مشكل. دخلوها l'Europe ماشي مشكل. تعاونوها ماشي مشكل, بصح لوكران تكون خالية من التسليح الاستراتيجي. داير صرا مشكل على لو ديبلوامون دو بوكليي دي ميسيل في لابولون تاع لوطا. روس درك قالهم نو, لوكران نو. الرئيس تاع لوكران يا جماعة سيت ان اكتور, يعني كيما تقولوا حنا يا جحا. دونك جحا علاش؟ باش لوطون يعني والمريكان والاوروب ولوطون اكسترا بويس ديبلواي. دونك يسوتيان ان بريزيدون بوليشينيل اكتر جحا. مي لورس روس الدب الروسي داير شفناها تهديدات نتاع النطق الرسمي للخارجية الأمريكية تحك عليه لافروف. سي نورمال يضحك عليه, سي نورمال يضحك عليه. تعرفوا لا يضحك عليه, فهمكم حاجة, ما مكون الروس دركا va envahir l'Ukraine, يغزو أوكرانيا. الأمريكان ما يقدر يدير والو. سؤال, لا ما يقدر يديروا, ما عندوش سلاح. عنده اكثر من تاع الروس, ماهوش متواجد في كذا وكذا, لا لا متواجد بارتو في العالم. راح يضغط اقتصاديا, وي يضغط, دارها من قبل, غلق لي كارت بونكير, نحى فيزا ماستر كارد اكسترا. نفع ربي. تعرفوا علاه؟ لانه اوروبا الغربيه لوروب دو لوست اي سو لو مارتو روس. يعني نحب نفهمكم حاجه, روسيا غدوه تقول لك اكون ولا اكون, اتر ولا بازاتر, اتقرر تغزو اوكرانيا, شو حيدير الامريكان؟ يجي حربها. هل الامريكان قادر انه يرسوفي 10,000 صاروخ خارق للصوت يطيح على اوروبا ويطيح حتى على ولايات في الاتحاد الامريكي؟ الامريكان ما قادرش, ما قادرش. اولا ينهار الاقتصاد العالمي, تنهار البنوك, لأنه في حالة حرب بين السوفيات الروس وأوروبا والأمريكان, الخاسر هو أوروبا. أوروبا لا قبل لها بروسيا. ما تسمعوش الشعب الجزائري وي ألاتيان أمين عقلي, ما تسمعوش يقول لكم أوكرانيا مستعدة للمواجهة في الجزيرة. وين مستعدة أوكرانيا؟ يضرب ربها. شوفوا نقول لكم حاجة, يقطع ربها من الخريطة ويطلعها لا بلانيت مارس. الروس ما عندوش مشكل مع أوكرانيا, الروس عنده مشكل مع التوسع نتاع اللوطن في أوروبا. الروس حاب يخضع أوروبا أنها تحترم حدودها.
ألعبي وين حبيتي بصح عندي ما تقربيش. روس دالا كريمي تشيكير دراع وين كان الماريكان. الروس مشعل دونباس طرف من أوكرانيا وراه الماريكان. الرئيس نتاع بيلاروسي هبط طياره نحى منها انا بوزون طيشها وراح الماريكان. دخل لهم لاجئين جاب ربهم بنعرف منين حطهم في الحدود تاع اوروبا. لا بولون الفا كونستوير امير دو 480 كيلومتر وراه الماريكان. الكازاكستان الرصاص يصيح الناس يموتوا وراه الماريكان. دونك هادي يفو با تروس بوزي لا كيستيون. الموضوع واضح، الموضوع واضح. والله ارجيريات انرجسترمون تاع امير ديزاد حطهم ونسمعهم ما سمعتهمش وما نسمعهمش وما نسمعش امير ديزاد. لو سول اللي نسمعو لا لا نسمع ثلاثة أطلع أحمد نجاوب الناس. نسمع ثلاثة ماشي نسمعهم أنا بغرضي نروح نحوسها. لما لوردر دي ماسينيسيان تنظيم الماسينيسي يقول لي اسمع نروح نسمع ومن بعد نتحاور مع لوردر ونتناقشه. نسمع زيتوت، نسمع عبد الصمار، نسمع عبود هشام. لما لورد دي ماسينيسيان جامي قال لي اسمع امير ديزاد، بصح كون يقول لي اسمع امير ديزاد نكفر عليهم كفره ملتي ديمونسيونيل. داير جامي يقولوها لي باسكو الناس هادو من الثقافه نتاعي انا تحت القياده تاعي انا رب المقله. سي مو لو بوس دو لورد دي ماسينيسيان، سي مو لو بريزيدون دو لورد دي ماسينيسيان، مي je respecte l'intellect de l'ordre des maçonniciens. لاني ما نعرفش كلش، عندنا ناس اختصاصيين في الاوردر يعرفوا خير مني في الامورات نتاعهم. فوالا دونك ما سمعتش. Je reviens au sujet. Maintenant ندخلوا في السوجي احمد نتاع لو لايف ريال. أسنى نحي واحد والله العظيم تخونني الكلمات كما واحد اسمه سمبليسيتي نوصفك تخونني الكلمات نوصفك